كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. النهارده الفيديو هيتكلم عن ان انا هحط الحاجات اللي انا اشتريتها للمطبخ على الرخام، وكمان هظبطها علشان هي شكلها باين عليها ان هي بايظه خالص، وهحاول افضي فراغ فيها علشان لما نيجي نعمل الاكل في رمضان كده تكون الدنيا قدامي براح كده اعرف اطبخ وكده. المهم يلا بينا نبدا معاكم. ساره سيد، ساره سيد. بص انا لسه ما خدتش على الموضوع عشان انا بقيت بقول ساره سيد، ده اسم بابايا الله يرحمه، قلت لازم اقوله يعني. فهو انا اسمي ساره سيد تمام، واسم الاكونت القناه بتاعتي خلاص بقى اسمها ساره سيد. فهو اتلخبطت في الفيديوهات، اعرفه انا بتلخبط ليه علشان انا بقالي سنه بقول ساره صبحي، دلوقتي بقول ساره سيد، فتحس ان عقلي مش سيستم خلاص. المهم ده مش موضوعنا، موضوعنا النهارده ان انا هطلع لكم الحاجات كلها. بصوا الحاجات دي لفوق دي هحط اكتريتها في الفيديو ده، وفي فيديو تاني ان شاء الله هكمل بقيه الحاجات على الرخامه التانيه. تمام اتفقنا، يلا بينا. بصوا الحاجات اهي اللي انا هحطها، هفهمها لكم كده بسرعه ماشي. ده طقم التوابل اتكلمت عليه قبل كده، النهارده بقى احط فيه التوابل. وكمان ده كان جاي معاه المفروض ان انا اتلزق عليها، بس هي اتبلت مني ميه بس انا شفتها، فهحاول اخد بقى ايه الورق الفاضي اللي فيها ده، واكتب مثلا ملح وفلفل. يعني هبقى يعني ايه هكتب الحاجات اللي انا هحطها فيه تمام. ده مكبس البرجر انا اشتريته بس انتوا مشفتوش اعتقد، ده كان في حدود 35 جنيه. اهو انا جايباه بقى عشان اعمل برجر في البيت احسن يعني، دي تتركب هنا اركبها بالبتاع و لسه مجربتوش تمام. لو حد جربه يقول لي هو حلو ولا وحش. دي بقى انا كنت برضو وريتها لكم في المشتريات. دي بقى انا هلزقها فين؟ هلزقها في الحيطه بس مش عارفه لسه المكان فين. المفروض ان هي تتلزق كده، وهعلق عليها الحاجات دي، هعلق عليها الحاجات دي ليه بقى؟ عشان احط اعلق عليها المعالق الخشب دي. طبعا انا لفيت على المعالق الخشب علشان الاقي معالق خشب متخرمه، عشان في معالق كتيره اغلبيه المعالق اصلا مش متخرمه، فجبت المعالق دي بالذات علشان متخرمه علشان ادخلها في الهوك ده واعلقها على البتاع الخشب دي. لسه بقى هنشوف. كمان عندي بتاعت الفلفل الاسمر دي، دي كانت ب 52 جنيه. هو بيقول الحجم الكبير بس انا حاسه مش حجم كبير اصلا، هو حجم متوسط عشان طبعا في اكبر من ده بكتير، بس حجمها كويس بالنسبه لاسره بتتكون من فردين. عندي الفلفل هيقعد كتير، هنشوف بقى هي تاخد فلفل قد ايه ماشي. بس هي دي الحاجات اللي انا هحطها النهارده، فيلا بينا مع بعض وهقول لكم المزايا والعيوب البرج اللي هو بتاع التوابل ده، علشان سمعت عنه حاجات فهقولها لكم وانا بحطها. يلا بينا. اول حاجه هفضي الرخامه بقى من الحاجات دي علشان نعمل واحده واحده، بما ان احنا قاعدين في البيت علشان حظر التجوال، وكمان علشان الفيروس. ربنا يا رب يعدل بقى على خير. فاحنا قاعدين في البيت فنعمل اللي علينا علشان ايه نتسلى، وفي نفس الوقت تبقى حاجات جديده. غير كده كمان رمضان خلاص يعني ايام، وان شاء الله نبقى في رمضان. طبعا الفلوس دي هرمي دي بقى مش هنساها. المهم هفضي بقى كل ده دلوقتي وهمسح الرخام تمام. الرخامه وكمان نضفتها مسحتها بقى ولمعتها. هنغير بقى النظام وهنشوف هنعمل ايه. اولا ده مكانه مش هنا اصلا، فانا هحاول احط مكانه. طبعا انا حطيت بقى، جبت حاجات البيت بتاعتي، البطاطس والبصل والكلام ده علشان ما ننزلش كتير كده. اعتقد ان هو حلو قوي، ايه رايكم؟ انا بفضي يعني بفضي كل الحته دي، ودي كانت محطوطه هنا مش مكانها اصلا عشان اللي ده هنا. هتمام ايه حطيت دي هنا، وهحط حامل السكاكين هنا كده. عايزه بقى احط ديت معايا ورا كده عشان تغطي السلك ده كده. انا عندي مكان هنا في الحته دي ومكان ورا، فالمفروض ان انا احط فيهم دول ماشي. فدلوقتي هحط الفلفل الاسمر هنا
المنظمات بتاعتك. والله بقى على وشي كويس. هحط كده هشوف بقى هتاخد قد ايه. بحب اللون الخشبي ده قوي، يعني كان في لون غامق قلت له انا عايزه الفاتح، بحبه قوي. بص المفروض بقى ان انا احط هنا الفلفل الاسمر. استنى مش عارفه احط ازاي، ما احط بايدي خايفه اعمل الدنيا كالعاده. اتحط. انا حاسه ان الفلفل الاسمر مقاسه صغيره كده ليه؟ لازم ابهدل الدنيا، مبقاش انا صوره لما اوقعش الحاجات على الرخامه. وعرفت الناس كلها ان انا كنت بحط اي حاجه في برطمانات. لسه مصحى من الخيام، مش عارفه احط ازاي يا جماعه والله. استنوا كده بجرب حاجه عشان حاجه عماله تقع. ثانيه هجرب الام، لو نجحت يبقى فكره جهنميه. نجحت. ايه والله شايفين؟ اوريكم. بصوا اهي، بصوا دخلت اهي والله. بص محدش بيعرف يجيب خروج لما بيتحط في المشكلة، فانا كده مرتاحة قوي يعني. ورأي المثل لكل مشكلة حلال. لسه ناقص شوية صغير اهو، هحط بقى دي كده هيتعوض كده اللي في ايه. انا اول مرة ملاية فمش عارفة هنا فين المسمار. تنزل اهي. طب كويس، هي كده كويسة ماشي، هتأكد ان هي كويسة كده خلاص. دي ممكن احطها هنا. ارجوكوا حلوة. بما اني ان انا جاية على اليوتيوب هنا عشان اقول لكم انا خبرتي الصغيرة في الحاجات دي ماشي. هو اولا انا خدته ارخص من سعره عشان كان فيه الكسرة دي، انا اتكلمت عليها قبل كده ماشي. ثانيا لما انا جيت فتحته حسيت ان دي ضعيفة قوي، يعني دي اللي هي بتنزل منها البهارات اصلا، حسيتها كده مش عارفة، مش تقفلها مش نضيف يعني، فقلت اخلي بالي بقى. ثانيا يعني انا لما حطيت الابراج كده، ولو انا ما قفلتش الغطيان صح، يعني لو انا سبت مثلا غطا مفوت شوية او مش مقفول صح، بحس ان هو بيميل زي برج بيزا المائل كده. بصوا شايفين هو مايل ازاي، تحس ان هو مايل كده، فلازم تتاكدي ان الغطا يتقفل صح كده. يعني ايه هنقعد بقى ايه نركز فيه، اصل احنا فاضيين عشان نركز. اقعد بقى انا اعمل كده بقى عشان ايه تطلع صح. ده الحاجات اللي انا لاحظتها. الحاجات بقى اللي انا سمعتها ان بيقولوا ان هو بياخد لون البهارات، يعني انت لو حطيتي بابريكا مثلا اللون ده بياخد لون احمر، ومهما غسلتيه اللون مش بيتشال. او بقى بهارات اللي هي لونها اصفر، كركم والكاري والكلام ده، انا لسه ما حطيتش. بس انا قلت بقى ايه، انا مش هحط حاجه تلونها، يعني احط فلفل اسمر معرفش بقى هيبقى لون اسود زي الفلفل الاسمر ولا ايه، مش عارفه. احط مثلا فلفل اسمر على ملح واضربهم على بعض، عشان مثلا لما باجي اعمل بيض ارش الرشه كده خلاص، عشان انا ساعات بهدر في البيض، يعني مثلا بحط بالمعلقه البيض بيبقى حليق صيف. فايه بقى قلت احط فلفل مطحون على ملح، احط فلفل مطحون بس، يعني الحاجات اللي انا بستخدمها ايه بسرعه علشان تبقى بطريقه عمليه. ممكن بقى تحطيها مخلطه مع بعض كده جنب بعض، او ممكن تحطيهم يعني شوف انت عايزه بقى على حسب انت عايز. خلاص بقى انا عرفت الحل. الام غزاله هتنتهي من المهم.
طبعا ممكن تقولولي ايه انت كتبت على الشطة؟ شطة ليه؟ ما هي معروفة. لا مش معروفة. قبل كده كنت بغسل سناني بالكركم، كركم لونه مقلب للشطة. المهم انا خدت الشطة بدل الكركم وحطيتها على الفرشة ودعكت. انا مش عايزة اقولكم انا حصل لي ايه. كان يوم يعني بلا ربنا، من ساعتها لازم اكتب على الشطة شطة وعلى الكركم كركم، علشان ايه انا مش ناقصة تاني. تمام، دي كانت المفروض ان هي تتعلق هي كمان، بس ما لقيتش فيها خال، لقيت في الاتنين دول بس، فعلقتهم وعلقت الاسباتولا دي وحطيت الخطافات دي، وادى المنظر ده اهو. هستخدمها، وكمان استعملتها كديكور بسيط خالص، ما كلفنيش 40 جنيه. رأيكو؟ ده بقى اختراعي يعني، لا اصلا حمام مناديل، ودي اشتريت خطافات لوحدها واشتريت معلقة لوحدها وعملتهم طقم خشب. يعني حسيت ان الخشب ده ينطق مع الخشب بتاع المعالق مع الاستانلس، فبصراحة عجبتني. قولوا رأيكم. طبعا المفروض ان انا هلمها كده ماشي، علشان ما تتبلش مني كل شوية، علشان هي طلعت طويلة شوية. فالمفروض ان انا هلمها، اجيب مثلا اي اعمل اي خيط او اي شكل كده اربط بيه. فيديو لحد دلوقتي خلص، وتابعوني في الفيديوهات الجايه علشان بقيت تجهيزات رمضان في المطبخ، وبقيت الديكورات لسه مركبتهاش. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك، وكمان اشتركي في القناه. اهلا بيكي، وتابعوني الفيديو الجاي. يلا باي باي. ثانيه واحده، هو المفروض كان الفيديو خلص، بس انا وانا بغسل المواعين بعد الفيديو وانا ببص على القماشه بتاعت الستاره، حسيت ان هي حاجه مفرحاني. حسيت كده ان انا شايفه فستان عروسه، حاجه راقيه كده قدامي. فبصي، من رايي اعملي ستاره زي دي في المطبخ بتاعك، مش هتكلفك حاجه يعني. تمام، ده بس انا كنت عايزه اقولها لكم. يلا باي باي.